طب مين من نجوم مسرح مصر اللي انت بتحب دمهم قوي وبالنسبة لك يعني كده شربات؟ مين؟ انا والله العظيم كلهم حبايبي وكلهم اخواتي، مين اكتر واحد؟ علي وتوتة، محمد عبد الرحمن، ما تنساش حد بقى عشان ومصطفى ما حدش خاطر، يزعل. وانور، وقص قص، وكريم عفيفي، وطب، و ايه ده، انا كنت ناسي حد، انور، خاطر، قص قص، علي، كريم، توتة، طب قول الو. الو، الو، ده توتة، لا ايه ده، لا، مامتي. كريم عفيفي. طالما مامتي يبقى كريم عفيفي، بيقول لي مامتي. مامتي. ازيك يا كريم؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ زي اخبارك الفل. ايه؟ زي الفل الحمد لله. جيران برضو صح؟ جيران؟ جيران. اكتوبر. اكتوبر. كريم، ازيك يا حبيبي؟ اهلا وسهلا. ايه مامتي بقى؟ عايزين نعرف ايه مامتي؟ عايزين نعرف مامتي. كل سنه وانت طيب الاول. عايزين نعرف ايه مامتي دي؟ طيب يا كابتن. حبيبي، حبيبي يا كريم. كل سنه وانتم طيبين الاول. انت طيب يا حبيبي. انت طيب يا رب. انا بقول له مامتي على طول. كل ال يعني كل ما نشتغل مع بعض من زمان جدا، لازم بحس كده بحس بحنان كده وهو موجود، بحس بطيبه وجدعنه. لا يعني فبحس ان هو مامتي. حبيبي يا كريم. كريم اهلاوي. انا ملاحظ ان كريم انت اهلاوي مش كده؟ انا يعني ولا ماليش في الكوره. والله ما بفهم في الكوره اصلا. مصراوي. انت شايف منتخب مصر، تشجع منتخب بلد؟ جدا. ده كويس. محتضنكم استاذ بيومي فؤاد، محتضنكم قوي انتوا بشكل خاص نجوم مسرح مصر يا كريم. احنا يعني نعرف بعض بقى لنا حوالي 15 سنه من قبل ما حد فينا يشتغل. ومن ايام مركز الابداع، ومن قبل مركز الابداع في الجامعه، فعشره عمر كبيره جدا جدا جدا. عارف كل واحد فينا كويس، وعارف كل واحد فينا شخصيا جدا بغض النظر عن فنيا يعني. لا، وده كمان كريم بيساعد كمان في الشغل. لما انا اكون عارف واحد بقاله 15 سنه بعرفه على المستوى الشخصي، على المستوى على مستوى الاجتماعي، ممكن يعرف الاهل، فده كمان بيقرب المسافات ويقرب موضوع التفاهم في الشغل، والصوره بتطلع اكن فعلا الناس ديت عايشين مع بعض من زمان يعني. طبعا ده الصوره اللي بتوصل لنا يعني. طبعا انا اشتغلت مع استاذ بيومي حاجتين كذا حاجه، بس حاجتين منهم اللي كان الشغل دايركت معاه او كان معاه قوي، كان اوشن من 14 وبنات سوبرمان. وبنات سوبرمان. فما كانش حد بيعرف يقول كات. خلاص احنا شفنا بعض خلاص، واحنا الاثنين لايقين على بعض كده، تحس ان احنا قرايب جدا جدا. فخلاص الناس بتشوفنا جنب بعض بتتبسط، بتضحك، بتبقى سعيده جدا. لو الفنان عنده الميزه دي يعني، سوري، عنده الميزه ان هو زي اللاعب الكبير لما بيقابل اللاعب الصغير وهو طالع من الناشئين، وبعدين قدامه نجم كبير، فالنجم ده عنده سكتين. السكه الاولانيه يا اما هيكمل، يا اما هيرجع تاني لقطاع الناشئين. فاعتقد يعني اخواتك الصغيرين في مسرح عندهم الاحساس ده، ان انت احتضنتهم بشكل مباشر، احتضنتهم في وقت اعتقد كان وقت ان هم كان صعب يطلعوا لوحدهم يعني. خلينا نتكلم بكل امانه، دايما يبقى في حد بيسند، وانت طبعا سندتهم بشكل كبير جدا. وزي ما بقول لك، العلاقه الشخصيه والعلاقه الاسريه بينت الصوره بشكل حلو يعني. اللهم لك الحمد. اقسم بالله كابتن هاني، انا اللهم لك الحمد يعني، انا يعني براعي ربنا في كل حد بقف جنبه، وببقى عاوز اساعد الضعفاء، فما بالك دول من اول لحظه في حد كده لما تشوفه تقول ده يعني بدايه نجم. ده ممثل شاطر قوي، بيبقى ربنا صارف له كده بالظبط. بقى نجم بقى، ما بقاش نجم، هو ممثل شاطر قوي. مساله النجوميه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. تمام. فكريم، هم كانوا اللي حضراتكم بتشوفوه في مصر دلوقتي، هم كانوا حد في الشرق وحد في الغرب. علي ربيع وقصقص وكريم تجارة القاهرة. اوكي. حمدي المرغني. نسيت حمدي في الشلة. حمدي المرغني ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وانور عين شمس. يا
تمام؟ فدول كانوا في حتة ودول كانوا في حتة. أنا أعرف الثلاثي كريم وأسقص وعلي ربيع قبل ما أعرف الجماعة التانيين. أعرفهم من كنت في مخرج رحمة الله عليه اسمه الأستاذ حسين محمود، كان بيخرج للأولاد دول في جامعة القاهرة وهو كان صاحبي وكان بيعزمني، وكنت بروح أستمتع استمتاع فظيع. عارف أنت الثلاثي بجد بجد، سمير غانم والضيف أحمد وجورج بالظبط شكلهم وبيحبوا بعض جدا وبيتكلموا مع بعض كويس جدا، وده اللي بنجحهم في مصر وصحاب جدا، بيحبوا بعض جدا وبيتفانوا لحب بعض. يعني أي حد بيحاول يوقع ما بينهم بيخشوا في حيطة سد، لأنهم بيحبوا بعض جدا، وده اللي بنجحهم ومخليهم جامدين جدا في مسرح مصر. كل ده كوم وأشرف عبد الباقي كتر خيره طبعا. الشغل اللي بيعمله معاهم وكل الحاجات والإنجازات اللي بيعملوها، بس اللي يبين ان الاولاد دولت قد ايه متميزين وشاطرين، ان لما خرجوا بره وكل واحد اشتغل لوحده تميز ونجم. كل واحد اشتغل لوحده بصراحة. بصراحه ويستحقوا اكتر كمان من هم فيه. الفنان بيومي فؤاد كان بيتكلم عن كواليس الاعمال الكوميديه تحديدا، وقد ايه ممكن النجم الكوميدي ممكن يتدخل، لان دي ده بيبقى ملعبه، فانه هو يرتجل ان هو يضيف. فكلمني عن ده يا كريم شويه. بصي، هو يعني مفيش عمل فني كوميدي مكتوب من الالف الى الياء بيضحك، لازم يجي الممثل هو يضيف لازم يقرب الدور والشخصيه ليه عشان تبقى طالعه من جواه فيقدر يضحك. مفيش حد بيكتب ورق بيضحك صرف كده. بالظبط. هو بيعمل موقف حلو، لكن انت اللي بيبقى شغلك بقى كل واحد، وده اللي بيميز واحد عن الثاني، وده اللي بيميز نجم عن الثاني. انت بتعمل كده في كل ادوارك الكوميديه يا كريم؟ طبعا. انا بعمل ايه؟ بتعمل كده في كل ادوارك الكوميديه؟ طبعا. واللي مش كوميديه برضو على فكره. يعني انا في كل الحاجات اللي عملتها لازم اقرب الشخصيه ليا عشان تبقى شبهي، وابدا بعد كده اقول منها، فتبقى انا وهي واحد. اعرف العب منها فالناس تصدقها وتتعلق بيها. تمام. ده حقيقي. طيب عايزين برضو هدخلك بقى في جزئيه ثانيه، عايز اشوفك مدير فني وتحط لي تشكيل لفرقه مسرح مصر. انا يعني على سبيل المثال هتحط كريم فين؟ عايزين بس كريم عفيف تحطه في انهي بوزيشن لو جوه الفريق، عشان نشكره طبعا على وجوده معانا. كريم عفيفي من الممثلين اللي انا شايفه جوكر، اللي هو ممكن يبقى دوره عامل زي في الهاف في خط النص، اللي هو يوصل المهاجم للجون. تمام. وهو في نفس الوقت كمان ممكن يبقى دوره دور حسام عاشور ودور حسن مصطفى ودور كذا، ان هو يبقى ديفنتر في خط النص. فهو شاطر جدا في المنطقه بتاعت النص، اللي هو تحس ان هو سند وظهر كده. يعني لما بيجوا يعملوا مثلا مسرحيه وعلي ربيع يخرج بره الاطار خالص والكلام ده وبتاع، ممكن يرجعوا كريم، انه ممكن يفكروا كريم، لان هو مشهور عن علي انه ما بيحفظ وانه بينسى كتير جدا وبتاع، فاللي يرجعوا كريم لانه اكثر تركيزا. فانا بحس انه مكان دايما كريم هو الهاف اللي في النص، اللي دوره الليدر ده. يعني كريم عفيفي عرفت مركزك طبعا. جوكر وسط الملعب. نشكرك يا كريم وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب.